هلا هي هي العروس. ايه تتي. اي نعم هي هي. ليك شلون لقيتيها؟ فعلا بنت حلوه. الحلوه دخلك وكيف شفتيها حلوه؟ مع ان الدنيا ليل وهي بعيده عنا سفر سنه. روحي بقى انت الثانيه، الحلو ما بيخبي حاله، العروس فعلا حلوه وجميله الجميلات، سبحان الذي خلقها. يا لطيف انت الثانيه، شو راسا بتنبرعي وبتتاخدي، والله اللي بيسمعك بيصدقك. لك ليش انت ما استحليتيها؟ لك مو انا ما استحليتها، بس كنت مفتكره واحد مثل نبيل صار له عم يخطب 7 سنين بدون ما يعجب العجب ولا الصيام برجب، كنت مفتكره انه يتجوز ملكه جمال على قد ما كان منون. بس العروسة أنا اجيتي للحق جميلة الجميلات، ما بينحكى بحقها ولا كلمة. موائل انت بتعرفي ساحة عروس؟ ايه بعرفها، خالتي ساكنة هنيك. بس ليش؟ اذا عطيتي ظهرك للحمرة وانت واقفة بنص الساحة بتلاقي على ايدك اليسار في حارة، بصدر هالحارة في طبيب عيون شاطر كتير. شو المعنى؟ بنصحك تقبريني تروحي لعنده مشان يفحص لك عيونك، بركي هيك بيوصف لك شيء كذلك يخليكي تشوفي منيح. قال ملكة جمال قال. شو عليه بيعمل له زيارة؟ مبارك ما عملته. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله عقبال عند ابنك وائل. من تمك لباب السماء، وان شاء الله سافروا العرسان على شهر العسل. لا هلا راحوا على سيد مايا، يقعدوا لهم شي 10 ايام بالاوتيل، بعدين بيجوا دغري بيسافروا على فرنسا وسويسرا. بالهنا ان شاء الله. الله يهنيك يا رب، وبصراحه يعني انا ما صدقت على ربي، ايمتى ابني نبيل عجبته العروس وتجوزها؟ ضليت سنين وانا اخطب له، وكل ما الاقي له عروس يطالع لي فيها 100 عله و1000 عله ويقول لي امي انا بدي اياها حلوه وشعرة وعيونها خضر وتكون طويله وملفوفه لا سمينه ولا نحيفه من هالحكي. ها وليش معصده كل هالقدوه الثانيه؟ من شان الاولاد. قال بده اولاده يطلعوا حلوين بيض شعر وعيونهم ملونين لامه. بس بدك ضميري، انتظاركم ما طلع فافوش ابدا، والعروس سبحان الذي خلقها شقفه حلوه حوريه من الجنه وعز الطلب. هذا حديثنا عز الطلب. ويا حبيبي هالرب كأنه انفصل تفصيل، يعني مثل ما بده أكتر ومثل ما راد أخد. معلوم، لأنه هي اسمته ونصيبه وخلقانة من ضلعه وعقبال البكاري إن شاء الله. والله يغنيهم يا ستي ببعضهم. الله يحفظك، شكراً لك جارتنا. العفو. بتعرفي انك اسمها لمسما؟ وبتعرفي انه اذا حبوا يجسدوا الجمال بيتجسد فيكي؟ نبيل. وبتعرفي اني لو ما شفتك ما كنت تجوزت ابدا؟ انا يا زينة لما كنت فكر بمواصفات شريكة المستقبل كنت شوفك الك، مع انه ما كنت متعرف عليكي، بس صدقيني يا زينة كنت شوفك، يعني كنت شوف هالعيون الخضر يلي عم يبرقوا برق، وكنت غوص فيهم كأني عم غوص بلجة بحر عميق.
زينة أنت عيونك مو بس خضر، خضر على زيتي، زيتي فاتح، يعني لون بحير وبيخلي الواحد يصفن فيهم ساعات قبل ما يرفع نظره عنهم. كنت شوف هالشعر الأشقر، هالشعر الذهبي يلي مثل سنابل القمح تحت شمس الخريف وهو مفروض على ظهرك مثل شلال الذهب. وكنت شوف كمان هالأنف المشؤول هو عاطي وشك مسحة من الكبرياء الشفاف بدون تعالي ولا غرور. شوف هالتم المكلتم والابتسامة اللي بتزرع الحياة بقلب كل عليل. كنت شوف هالأوام الملفوف وانت عم تتمختري وتتبغددي بدون ما تكوني لا دبة ثلاثية ولا عصاي طقي. يعني شوف طلتك، شوف أناقتك، شوفك انت بالذات يا زينة، والله العظيم صدقيني. وأخيراً اتحقق حلمي، وكل يلي كنت شوفه بفعل الخيال صار واقع ملموس. ارفعي راسك حبيبتي، ارفعي خليني اشوف هالوش الحلو. لا تحرميني يا عمري من التطليع بهالعيون يلي صار لي عم احلم فيهم سنين. سبحان الذي خلقك ما احلاكي، سبحانك يا ربي شو بتحبني حتى بعثت لي هالحورية بطرد بريدي من الجنة. مبروك عليك يا معجباني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. شبك يا حبيبتي؟ شو ضايع عليك؟ ولا شي حبيبي ولا شي. كيف ولا شي؟ خاتم الألماس هر يعني؟ لا خاتمي ليكو بإيدي. لكان إسوارتك الألماس يعني؟ لا كمان إسوارتي ليكا بإيدي. لكان شو هاد اللي ضاع منك روحي؟ ضفري ضفري. ها؟ ضفري. شو هاد؟ ضفري ضفري هر مني من هون بهالقرنة وأنا عم بفتح الشنطة. يا رضيف طب شو الحكي؟ نزل لك دم حبيبتي؟ لا لا. شلون هر الضفر لكان انقبع قبع يعني؟ لك لا مو ضفري ضفري اللي هر. لكان شو هذا اللي هر؟ هذا ضفر تلزيق كنت حاططته. تلزيق؟ ليش هدول مو اظافيرك الحقيقيين؟ لا اظافيري الحقيقيين مقرمطين قرمطه مثل اظافير الصبيان، شي طالع شي نازل، ما بعرف ليش هيك، يمكن كلسون قليل. هاتي ورجيني نشوف. لك شو بدي ورجيني؟ ايدك ايدك ورجيني ايدك. اهلين وسهلين، الله يبارك فيكي يا ربي خليلنا ياكي. يا اهلين. مين؟ الارسام؟ لا لسه ما سافروا، بدهم يقضوا شي 10 ايام بسيرناي بالاوتيل. ايه بعدين راسا بيسافروا على سويسرا وفرنسا. لحظه مفادي دخيلك حاطه القهوه على النار، برجع بحكي معك. لا تخافي هون انا حبيبتي هون. اسف لاني رعبتك بس لازم اتصرف. انت هلا روحي انسحبي فورا ولا تخافي، انا محاصره تماما تحت شحاطتي. شو هاد؟ الصرصور لقيته فوق مخدتك يا حبيبي. قال اوتيل 5 نجوم. قال على كل حال انت فوتي على الحمام بسرعه وناوليني كيس من الاكياس الفاضيه لحتى احط الصرصور فيه وادمر الاداره كدليل قاطع على اهماله وانت سايبهم. يلا يلا على عيني. يا حبيبي على هيك اوتيلات ما شاء الله وكان 5 نجوم. خذ حبيبي. هاتي
غمضي عيونك حبيبتي، غمضي هالعيون الحلوة، ما بدي هالعيون الحلوة تتأذى بمنظر كريه بصباحية عرسنا. غريبة. إمتى؟ ما بعرف. كأنه هذا مو صرصور. لكان شو؟ ما بعرف، شي بحير. شي مثل ام 44. ما بعرف شو هاد. لا والنكتة اني مالي شايف هيك حشرة طول عمري. شو هاد يا ترى؟ شوفي. هذا رمش عيني. شو؟ هذا بالظاهر صارت مني وانا نايمة. ليش هدول رموشك الطويلة والمقلوبة لفوق مو رموشك الحقيقية؟ لا انا رموشي صار كتير وما لون قلبي، مهما حطيت لهم زيت خروع عشان يطولوا ما في فايده. هذا يا ستي من اللي انتي ومالك بالطويل، ابن اختي له عم يخطب سنتين وما كان يجتمع ببنت تعجبه وتخطف له قلبه. بقى انا شو قلت لحالي برقد كنتكم، سبحان الذي خلقها باحلى صوره، الا شيء اخت مشان ندل ابن اختي عليه حتى يروح يشوفها. يا ستي مثل ما خمنتي مضبوط، كنتنا عندها اخوات شيء اكبر منها وشيء اصغر منها. ما شاء الله ما شاء الله، وكلهم هيك جميلات وحلوات وقاطعين الغرام. قد ما تقولي واكثر، ما شاء الله حولهم الخطاب على باب بيتهم، مثل اللي واقف بالدور على باب الفرن عم يشتري خبز، بقى عجلوا واخطبوا يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا، انتوا حظكم. يا الله هلا وقتك انت الثانية، وين هريت؟ شوفي حبيبتي شو ضايع عليك؟ ولا شي حبيبي ولا يهمك. لكن على شو عم تدوري؟ ولا على شي. كيف ولا على شي يا روحي وانت مخضوضة هالخضة وعم تبحبشي البحبشي؟ عقدك الالماس سرت منك يعني؟ لا. حلقاتك الالماس يعني؟ كمان لا. لك شو هذا اللي وقع منك؟ عيني. شو؟ قصدي العدسه تبع عيني، هرت مني وانا عم قيمه. ليش انت تحطي عدسات؟ ليش ما بتعرف؟ لا والله، ما حصل لي شرف. من زمان وانا بحط عدسات خضر، بيلبقوا لي كثير مو هيك؟ دخلك؟ وعطوك موعد مشان تروحوا تشوفوا اختها؟ ايه عطونا، عطونا موعد ب 28 الشهر. يو وليش قذفوكم هالقطفة؟ على هو الحكي قال عم يجيهم خطابين كثير وامهم للبنات عامله اجنده مواعيد مفكره يعني خصوصي لحتى تسجل عليها كل يوم بيومه وبيت مين اللي جايه وانو نهار وانو ساعه وباب صقاهم حبيبتي ما عم يتسكروا هن على خطابين رايحين خطابين جايين. ايه ليش ما عاد صفى بنات بالبلد غير عندهم؟ هو إذا على البنات في بنات أكثر من الهم على القلب، بس هاتي تلاقي بنات حلوين عن حقه حقيقي. والله النبيل نقشت معه نقى أحلى عروس، عقبال ابن أختي يا رب. شبك نبيل؟ ليش ما عم تاكل حبيبي؟ راحت قابلتي. كلي أنتِ. عم باكل، بس حاجة تتأملني بخاف أتشردق. لا سلامتك من الشردقة. بس بتعرفي القصة مو قصة اني عم بتأملك. لكن شو روحي؟ القصة اني حاسس يعني ما بعرف حاسس انك ما بعرف شو بدي اقول لك بس كأنك اليوم حاطة فوندوتان اغمق من العادي.
مو هيك؟ لأنه باينة غامقة غامقة كتير مكلحة يعني. بالعكس حبيبي، أنا اليوم مالي حاطة شيء أبداً. يعني أنتِ هذا هو لون بشرتك الحقيقي؟ تعرف كتير طيبة هالسلطة، دوق دوق من إيدي. لا لا لا، شكراً. بخاف أتشردق. نبولة صارت الساعة 11 والبول قوم نبولة. مينو انتي؟ شو عم تعملي هون؟ هي بسم الله عليك. ولك انا زينة 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 الشبك، ما عرفتني؟ شو شايف منام؟ زينة؟ وليش شعراتك هيك غمقوا على غفلة؟ مو كانوا شقر؟ بلا كانوا شقر، بس هدين كبيروكي هدول شعراتي الأصليين. ليش شقارك؟ كان عيري؟ شايف شو صعبة إنه تكون الوحدة ست؟ يعني إذا بتقضي عمرها كله ورا المراية ما بتخلص، هيك النسوان شو بدك تساوي؟ تحب تشرب شيء استاذ؟ اي نعم، قهوة سادة مرة. نبيل وينك لهلا؟ تأخرت كثير. صحيح، بس كنت حابب اقعد مع حالي شوي. انشغل بالي عليك، ما بصير هيك نبلو. سلامة بالك. بعدين ليش لحتى تقعد مع حالك؟ هلا صرت متجوز وصار في إلك زوجة بتقدر تقعد معها وتصارحها بكل شيء، ولا شلون نبلو؟ صحيح، بس هذا إذا كانت الزوجة عندها استعداد للمصارحة بكل شيء. ما فهمت عليك. هلا بلا ما نضيع وقت، خلينا نمشي فورا. لوين؟ بسيارة بقلك. طلبك غريب كتير. وين الغرابة فيه؟ يعني ليش بدك تشوف صوري وأنا صغيرة؟ وشو المانع؟ هو ما في مانع، بس ليش؟ بعدين بتعرفي. اطلع جيب الصور وانا عم بستناكي هون. ما بدك تسلم على ماما وبابا؟ معلش معلش، بعدين جيبي صور وتعالي انت هلا. صور هاي لما كنت بصف العاشر، كنا رايحين رحلة أنا ورفقاتي على الغوطة، كنا عم نساوي تبولة. وهاي بعد فحص البكالوريا،
واقفين جنب المدرسة أنا ورفقاتي عم نكب الكتب والدفاتر بزبالة. خلاص خلاص مشي الحال. شو يعني مشي الحال؟ صدق ظني وطلع مثل ما توقعت تماما. نبلو ما عم بفهم عليك. رح أقلك، شايفة مناخيرك بالصورة هون قديشة كبيرة؟ أنا؟ شو بك نبولتي؟ مالك شايف أنفي هلأ شلون صغير وململم؟ شو بدي بي هلأ أنا؟ الأولاد بكرة حسب أي نسخة رح يجوا؟ حسب النسخة الأصلية ولا النسخة المحسنة؟ دليتي على العنوان، فهمتي علي مني؟ لك فهمت عليكي، شو شايفتيني بغلك؟ عسلامة. ليكي حبيبتي عنوانه ما بيتوه حدا، بس المهم إنه ابن أختي لحق يخطب له شي أخت من إخواتها قبل ما يجي حدا قبلنا ويطلبها. والله ما بتعرفي، كله على اسمي والنصيب. تقبريني، بركي أنت من عندك بتحكي لنا هيك مع كنتك العروس بتترفعينا من راية ابن أختي، أنت أدرى الناس مين النبي، ويعني مو لأنه ابن أختي، لا، ابن أختي شاب محرز، محرز كثير. إي والله، والله والنعم والسبع تنعام منكم، بس دخلك هالعرسان مالي عرفانة وين غاطسين من يوم العرس لهلا، على كل حال بكره مسافرين على سويسرا وفرنسا، بدهم يكملوا شهر العسل. طيب شو لي اجوا ولاد أختي ياخذوني، يعني زمروا لي خاطرك النبي. الله معي. لا تنسي خبريني شو بصير معك بس ترجعي. ها حتى شفايفك هون بالصورة رقاق كتير وضايقين، أمر من شفايف فريد الأطرش الله يرحمه. شو نافختيهم بالظاهر؟ قليلي على المكشوف لا تستحي. شو نافخة كمان؟ الحمد لله عناك صار جاي زيارة لبيت حمام استناني هون. إلهي يجعله عديلك بجاه النبي، إلهي وسيدي مولاي. مرحبا أستاذ نبي. أهلين وسهلين جارتنا، أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك إلهي. الله يبارك بعمرك ويخليك يا رب. شو وين عروستك؟ ليش مو معها؟ شلون مو معي؟ ليك وينها؟ شحها قدامك. هي هي زينة، ما عرفتيها؟ هي هي. قل والله أحد. ليش هيك شكلك مقلو؟ إيه أنا بعرف، سبحان الذي يغير ولا يتغير. زينة بدي أسألك سؤال. تفضلي. أختك بتشبهك ولا أحلم مني؟ أنا وأختي الخالق الناطق فولة وانقسمت نصين. لا إيه هيك ما رح يمشي الحال بنوم. أنا حال؟ إيه لا لا ما في شي أستاذ نبيل، بس كنا نحن رايحين مشوار وبطلنا. إيه كل شي من أوله ما هو نو. طلع طلع ساعة ونص الصباح. شو بك نبلو؟ شو ضايع لك؟ على شو عم تدور؟ شو بك نبيل في شي؟ لك ما بدك تقلي ولا ما بدك تقلي صباح الخير؟ شو في؟ لا تجنني نبلو، على شو عم تدور؟ طقم اسناني حطيته بالدرج مثل كل يوم بعد ما تنامي، وهلا وقع مني وعم دور عليه لقيته. فيها مسؤولية المسألة؟ مرايا 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 مرايا. مساء الخيرات. امتى بتحبوا توقعوا البريد استاذ؟ حطيه عندك، اليوم مو جاي على بالي وقع شيء. بس عفوا استاذ في شغلات مستعجله. معلش معلش ما راح تخرب الدنيا.
شو في عندي مواعيد اليوم المساء؟ الساعة 6 عندك اجتماع مع المجلس الزراعي. خلي الأستاذ محسن يحضروا عني، مالي مزاج. حاضر أستاذ. في عندك الساعة 7:30 موعد مع أعضاء لجنة التخطيط. هذا الاجتماع أجلي لبكرة، غيره؟ عندك الساعة 8:30 موعد مع رئيس شركة الجرارات بخصوص الخطة السنوية اللي طالب التصديق عليها. هالاجتماع بالذات حولي لأبو يعروب. حاضر أستاذ. بتحب تقابل حدا اليوم؟ لا 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 لا، مالي قدران أشوف حدا اليوم. خير أستاذ، تعبان شي؟ لا والله، بس مرهق شوي. طيب بتحبوا نستدعي الطبيب؟ لا لا لا، ما في داعي، إرهاق عادي من ضغط العمل. الله يعطيكم العافية أستاذ، فعلا حجم أعباءكم مو قليل أبدا. خير في شي؟ لا أبدا، بس بعد إذنك أستاذ أنا حابة أنزل قبل الشغل بساعتين اليوم. خير تعبانة يعني؟ لا ماني تعبانة، بس بدي أنزل على السوق مشان أشتري هدية للماما. ليش بها أمك؟ مريضة؟ مسافرة؟ لا لا أبدا، لا مريضة ولا مسافرة، بس بكرة عيد الأم أستاذ. شو هالحكي؟ يا لطيف على هالنسوة. لا أنا صاير مو طبيعي منوب، كتير صاير عم بنسى، عم أنسى بشكل عجيب يا لميا. امبارح بعد ما طلعت بالسيارة نسيت وين كنت رايح، صفنت كتير لحتى تذكرت أني رايح على البيت. صحيح شو طلبتي مني قبل شوي؟ إجازة ساعية. طيب أوكي، الله معك. شكراً كتير أستاذ. بتريد مني شيء قبل ما أروح؟ لا شكراً، بس خير أستاذ، في شيء؟ المسجلة وينها؟ بدك إياها أستاذ؟ ايه في شريط بدي سجله وببقى بعطيك العنوان تبعتي لي. حاضر استاذ من عيوني. تفضل استاذ. يعطيك العافية، يسلم ايديك. أمي الحبيبة، أمي الحنونة، يا أحلى أم على سطح الأرض. يمكن هلأ أنت عم تسبيني وتلعني الساعة يلي شفتي وشي فيها، بس معلش يعني حقك تزعلي وتحكي لي بدك إياه، لأني بصراحة تخنت شوي. صحيح صار لي حوالي سنة يعني ما شفتيني شخصي، بس عزائي الوحيد انك عم تشوفيني بالتلفزيون على الطالعه وعلى النازله وعم تدعي لي. وكثره طلعاتي على التلفزيون بتاكد لك قديش انا مشغول. الله وكيلك ما عندي وقت لاعطس فيه، طول النهار شغل واجتماعات واستقبال وفود وتوديع وفود وقصقصة شرطان حرير ووضع حجار اساس وجولات ميدانيه ولقاءات جماهيريه، وخليها لله. وإذا قلت لك إنه أغلب الأيام بطلع من البيت وما برجع لآخر الليل بجوز ما تصدقي، يعني حتى بالسهرة ما حد عم يعتقني. يوم حفلة، يوم عشاء عمل مع وفد، يوم حفلة خيرية، يوم دعوة عرس، يوم افتتاح شي معرض. الله وكيلك إني من حوالي 3 أشهر ما سهرت بالبيت. امبارح خدي مثال، امبارح بالذات كنت ناوي اسهر بالبيت، بس تفاجأت اني مدعو لعرس ابن احد كبار الوجهاء بالبلد. طبعا مو حلوه امي ما احضر، خصوصي انهم حاطين اسمي لاشهد على عقد القران. ومين الشاهد الثاني يا حزرك؟ مدير الشركات المدمجه الدوليه. ومين اللي كتب العقد؟ قاضي الدائره الاجتماعيه بذات نفسه. الله وكيلي، العراضة اللي طلعت للعريس كلها مدراء عامين وموظفين كبار من المرتبة الأولى،
ويلي كان عم يوصف بالعراضة رئيس مكتب التفتيش الأول، ويلي كان حامله على كتافه رئيس معهد التطوير الذاتي. تخيلي يمي، بالله العظيم تخيلي هيك عراضة بقى. لا لا، قال اجوا ليحرجوني ويعزموني على الدبكة. يفضح حريشهم، يفضح حريشهم أمي، شو قلوا النهفات. ما بيعرفوا إني دبيك أبر عن جد، وما كنت خلي عرس بالضيعة يعتب علي. شرف شرف يا براس، سمحت ما بيصير ما بيصير ما بيصير. مو بس هيك أمي، أنا ما كنت أرضى أدبوك إلا إذا كمشت على الجحشة راس الدبكة يعني. ورغم إنه صار لي 20 سنة ما دبكت، بس حسيت حالي إني بعز شبابي وطفيت كل المسؤولين اللي كانوا معي. ايش بدي ساوي؟ بدي ساير الاجواء. بس بتضل يا امي عراس الضيعه الها غير نكهه. ورغم كل هالبزخ بعرس مبارح حنيت لعراس الضيعه. بتصدقي انه مع كل كرت دعوه بعتوا قداحه ذهب بتسوى 10,000 ليره، والمطرب اللي عم يغني كان اجرته 1,000,000 ليره؟ شو بدي احكي لك يا امي لاحكي لك؟ يلي بيعيش هون يا ما بشوف شوفات ويا ما بتمرق معه نهفات. على سيرة النهفات، اسمعي شو صار معي الشهر الماضي لما طلعت حتى حط حجر الأساس للمبنى الجديد لشركة جرارات. على فكرة أنا ما بحب هيك طلعات لأنها غبرة وعفرة وقلة واجب يا أمي، بس شو بدنا نعمل؟ لابد من هيك إجراءات، المسؤولية مسؤولية. المهم طلعنا لك على هالصحراء وطبسنا بالرمل والوحل لقلنا حاجة. ولما كمشت المسطرين لأفرش فيه الطينة تحت حجر الأساس لقيت الطينة نشفانة. وبتعرفي أنتي قديش أنا شاطر بهالشغلة، اشتغلت طيان بصغري أكتر من 2 سنين. بخيتلك شوية مي فوق الطينة وقعدت اجبلها من جديد، وصار كل يلي حوالي بده يتفرج علي شو عم بعمل. واشتغل الدفش والنعر، مشان هيك صرت بس بدي اخلص. مديت هالطينة تحت الحجر ولسه ما لحقت اكمش حجر الاساس بايدي لحطه محله، حتى اكل الدفشة من ورائي ورحت على طولي انا وحجر الاساس. يا لطيف يا لطيف يا امي، شو انخزيت يومها وتلوتت بدلتي وقرافتي بالطين وانفكشت ايدي. بس صدقيني يا امي، هالحادثة ما أثرت أبداً على هيبتي وسمعتي قدام موظفيني. الله وكيلك، الكل هون بيهابني وبيحترمني وبيحسب لي 1,000 حساب. مو أنا مدير مجلس الهيئات؟ يعني شغلة فوقانية كتير أمي. بس هذا طبعاً ما بيزيدني إلا تواضع وقرب من الناس. لهالشي بيقولوا عني إني اجتماعي كتير وعندي مواهب قيادية، منشان هيك ما في غير عم يسلموني مناصب زيادة فوق شغلتي. والمشكلة يا أمي يعني إني عم بنحرج وما عم بقدر اعتذر من حدا. يعني أنا هلأ بالإضافة لكوني رئيس مجلس الهيئات
صرت عضو فخري بنادي السيارات، ورئيس فخري لجمعية التضامن مع البيئة، وعضو شرف بنادي عارضات الأزياء، وعضو دائم بكل لجان التحكيم لمسابقات الجمال. يعني شغلة دوخة أمي، دوخة إلا وكيلك. بس أنا مثل ما بتعرفيني دائما يعني ما بنخاف علي، وكيف ما عم بلتحش عم بجي واقف على رجلي. امبارح مثلا كنت عم بفتتح ندوة زراعة الباكورية، الخضار الباكورية أمي، وقدمت مداخلة عظيمة كتير قلت فيها: يعطيكم العافية. لم يعد أمامنا الخيار، فلا بد من زراعة الخيار ضمن بيوت بلاستيكية مغلقة، ولنعمل معا ولتتضافر جهودنا من أجل تحسين نوعية الإنتاج لكي نصل إلى خيارة مثالية ذات مواصفات عالمية طويلة جدا وطخينة. وليكن شعارنا: خيارنا لنا، خيارنا يعني إلنا، حرام على غيرنا، ولنسير معا على دروب أجدادنا الأخيار الذين كانوا الرواد في زراعة الخيار. وشكرا لكم جميعا. الله وكيلك يا أمي، ضليت أحكي نص ساعة عن فوائد الخيار وأهميته للاقتصاد الوطني، وكأني أخذ دكتوراه بزراعة الخيار. إيه لكن أمي، هي اسمها القدرة على التكيف والدماسة والدبلوماسية يلي عم بحكي لك عنهم. اسمعي أمي، اسمعي، شوفي هالنهفة يلي صارت معي. من مدة كنت عامل حفلة عشاء على شرف وفد أجنبي عم يزور البلد. قام رئيس الوفد حب يمازحني. شو قال لي؟ قال لي: بتعرف قديش متوسط دخل الموظف عنا؟ قلت له: لا والله ما بعرف. قال لي: $3,000 بالشهر. قمت سألته هيك باستخفاف: وبيقدوه لآخر شهر يا ترى؟ قال لي: نص المبلغ بكفيه ليعيش حياة سعيدة كريمة. رجعت سألته: والنص الثاني شو بيعمل فيه؟ قال لي: منستحي نسأله. رجع اطلع فيي هيك يا أمي وسألني: أنتو قديش متوسط دخل الموظف عندكم؟ جاوبته بكل فخر واعتزاز: 4,000 ليرة، وبكفوا لعشرة الشهر. قام سألني بخبس: يا أمي، وكيف يدبر حاله لآخر شهر؟ قلت له: نحن كمان منستحي نسأله. يا لطيف، شو ضحكوا، ضحكوا كل الموجودين وسفقوني على هالجواب الذكي. ايه امي، انت اكيد حابة تسأليني وتطمني علي اذا كنت مبسوط ولا لا. بصراحة ما بعرف حالي اذا كنت مبسوط ولا لا، بس اشتقت لك يا امي، اشتقت لك كثير، لكلامك، لضحكتك، لمزحاتك، لمسباتك الحلوه اللي بتسبيني فيها. بس ما بعرف امي، ايام عم تركض ركض من دون ما احس فيها، لاني عم اركض مثل الزنبرك وحامل 20 بطيخة وراكد فيهم. لوين راكد يا أمي؟ والله والمشكلة إنه العيون كتير حوالي، مشان هيك يا أمي ما بقدر أصير بشي. من زمان كنت أتمنى أكبر وأكبر وصير مسؤول كبير، بس هلأ بعد ما جربت المسؤولية صرت أتمنى أصغر وأنزل وأرجع إنسان عادي، مثلي مثل أي إنسان ماشي بهالطريق.
أمنيتي بهالحياة أمنيتي يا أمي إني أرجع على ضيعتنا وكفي هالكم يوم يلي بقيانين لي. قديش متمني يا أمي أقعد تحت شجرة جوز وأتمطرق على هالأرض وحط راسي ونام على صوت المي والعصافير والهواء يلي عم يحرك وراء الشجر. آخ يا أمي آخ قديش مشتاق أطلع على هالجبل مثل أيام زمان وأصطاد أرانب وحجر أو أسرح بالحقلة من شقشقة الضو للمغرب. يا لطيف يا أمي شو مشتاق لجيت مشاي بين البساتين بنص الليل بضو القمر ولشي قاعدة على الأرض حوالين نار شاعلة نشوي درا ونغني وأنت بيناتنا يا أمي. مشتاق لكل شي يا أمي للضيعة ولبيتنا ولإلك. وبما أنك يا أمي ما عم تقبلي تنزلي بالسيارة اللي عم ببعث لك إياها مع الشوفير راح أطلع لعندك أنا يا أمي. استنيني يا أمي ما عاد فيني صبر أنا ما قصر بحقك ولا سبب أنا جاي حتى أضمك وبوس إيديك ورجليك وراسك. بختم رسالتي يا أمي أعتذر لك عن تقصيري وبوعدك إني أعوضك عن كل أيام غيابي اللي مضيت. مساء الخير أخي. أخي توفيق يا أهلين وسهلين. تفضل تفضل. خير توفيق شوفي أمك عطتك عمرها اليوم الصبح وآخر كلمة حكتها قبل ما تموت إنها رايدة تشوفك.